مرحبا بلالا بلوس معنا. غادي نقدموا لكم ان شاء الله معكم الشيف فرح القرماعي وشيف العلوي الحسن. غنقدموا لكم واحد العصير. المكونات ديالو اللي هي اترو ديال الليمون، عندنا بنانة، تفاحة، بوعويدة، ربعة ديال الفريز، وبالنسبة للسكر حسب الذوق. والطريقة غيقدمها لكم الشيف الحسن. يلا بالنسبة للطريقة، غادي نقطعوا الفريز، غنحيدوا ليه الرهه هادي على ود غيشطحن، وبالنسبة للتفاح غادي نحيدوا ليه الوسط حتى هو تقطع طريفات صغار باش يسهل لنا نطحنوا. البواوي حتى هو والبنان حتى هو طريفات صغار. من بعد غادي نزيدوا عليه عصير الليمون، وفي الاخر نطحنوا كلشي وندوقوا. الا جانا مسوس بزاف نزيدوا عليه السكر، اذا جانا هو هذاك نخليوه بالسكر. ها هو العصير ديالنا اللي درنا فيه الفخيز، بوعويد، تفاح، البنان وعصير ليمون، وقليل من السكر حسب الذوق. طحنا كل شيء واحتفظنا به في الثلاجة، ونقدموه لكم بالصحة والراحة مع لالا بلوس وعواشر مبروكة.